هذه هي الأمور على جدول الأعمال في الأيام المقبلة، ولكن النقطة الأساسية نحن نقف إلى جانب الشعب الإسرائيلي وسوف نستمر في دعمنا لهم على مدار الوقت. هل هناك محادثات مع الجانب الإسرائيلي من أجل السماح للشعب في غزة للوصول إلى هذه المنطقة في رفح وإيجاد ملاذ الأمن؟ نحن نتحدث مع إسرائيل ونحن نتحدث عن مصر بهذا. هناك الآن مفاوضات تجارية، لا يمكنني أن أعطيك أي تفاصيل، ولكن الأمر معقد كما تعلمون، وإننا نريد أن أتأكد من أن نضمن بأن المدنيين في كل الجانبين لا يتعرضون لأي أذى أو أي ضرر. إن إسرائيل اتخذت موقفها للدفاع عن نفسها، وإنني أريد أن نضمن بأننا جميعا نصل إلى حل هذا الموقف. لا يمكنني أن أعطيكم أي تفصيلات في هذا الشأن. بالنسبة للمفاوضات بين الولايات المتحدة والإسرائيليين فيما يتعلق بالرهائن الموجودين في غزة، هل هناك أي حلول لإيصالهم؟ كما قلت قبل ذلك، لا يمكنني أن أدلي بأي تصريحات في هذا الشأن. الرئيس كان يتكلم حول هذا الأمر وكانت تصريحات قوية، ويجب الولايات المتحدة وإسرائيل عندما يتعلق في هذه المواقف الصعبة فإننا نحترم القانون الدولي وكذلك أيضا قوانين الحرب. نقوم بكل ما في وسعنا للحد من وقوع ضحايا من المدنيين، وهذا وكذلك أيضا حماس هي من قامت بوضع هذه المدنيين في غزة في هذا الموقف، وهذه جزء من اللعبة التي تمارسها حماس. ونحن نعلم بأن إسرائيل سوف تتخذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية أراضيها وحماية شعبها من حماس والحركات الإرهابية الذين يقومون بهذه الأنشطة المروعة. أشكركم.